مرحبا أخوي أمير، كيف حالك؟ أبو ياهلا بك، يا أهلا ومرحبا. يا أخي أنا قاعد أشوف كثير من الفيديوهات اليوم، وأنا في أمريكا مغترب وقاعد درايفر كذا سواق، وشاهد الفيديوهات تبعك، وخاصة لما طلعت أنت على علي البخيتي. أنت سني ولا شيعي؟ يا سني. سني يا أهلا. طيب، بس لما يعني شفت الأشياء اللي قاعدين تجيبوها وأشياء يعني تثبتها من الحديث في السنة، يعني أنتوا يعني مثل ما يقولوا حاولتوا تخضبوها زدتوا عميتوها. أنا بصراحة يعني صرت مشتت، ما عاد عارف من الصح من الغلطان. طيب ليش صار عندك تشتت؟ لانه خلاص انا لما سمعت هذاك الكلام انا انصدمت بصراحه. شنو اللي صدمك؟ احنا لو سمحت حدثني بماذا انصدمت. انصدمت من اشياء يعني عن عائشه، عن عمر. عائشه ايش فيها؟ ايش فيها عائشه؟ ايش سمعت عنها؟ انا اشياء عن مثل الرضاعه، عن اشياء كذا، رضاعه الكبير. انا بصراحه انا انذهلت انذهال، يعني خليها بس يعني مصدوم، ما قادر انام من امس اقسم بالله. طيب يعني مستغرب ايش الـ ايش الـ ايش الاشياء هذا، بالرغم انك قاعد يعني تجيب اشياء، يعني حاجات يقول لك اثبت لي شيء، تثبت له باشياء يعني باحاديث. طيب فمستغرب انا الحين مشتت، ما عارف من الصح من الغلطان. يعني طيب، المطلوب من جنابك الكريم معزز مكرم احتراما لك ولعقلك أن تتابعني أكثر دون أن تتخذ أي شيء الآن. فقط استمع إلى محاضرات إلي قديمة، إشكالات على عائشة، إشكالات على أبو بكر وعمر، وأنت اعمل عقلك أثناء الاستماع. ابحث أي كلمة أقولها، أي رواية أقولها في كتب السنة، فورا وقف الفيديو وادخل على جوجل اكتبها، شوفها موجودة ولا ما موجودة، صحيحة ولا أنا أكذب. أخذ لك أسبوع أسبوعين أقل واتصل بي. جيد؟ صراحة أنا لما شفتك أنت علي البخيتي، يعني أي حديث تكلموا عنها أدخل على جوجل بصراحة يعني أشوفه. يعني هذا الشيء اللي زاد يعني صدمني أكثر. أنت من سمعتني مع البخيتي تكلمنا عن الرضاع الكبير وذكرت الحديث الرضاع الكبير. أنا أشياء كثيرة كثيرة يعني صراحة طول الفيديوهات الاثنين اللي معاكم، وأنا أشاهد الفيديوهات طول الخط. طيب سألت مشايخ؟ تواصلت مع مشايخ سنة؟ والله ما تواصلت. طيب، فأنا سويت منشور كذا على الفيسبوك وقلت بعد مناظرة يعني الشيخ مع علي البخيتي، يعني إذا ما فيه واحد سني يقوم يشوف الأشياء هذه أو يثبت أو يناظر الشيخ بصراحة يعني بيكون الوضع إيش أقول لك. أنا محتار يا شيخ والله صراحة، انصدمت عن أشياء يعني ما يعني درسنا في الفقه في السيرة في الكذا، يعني ما شايفين هذا الأشياء. أنا بصراحة منصدم، هي أشياء ظهرت كذا يعني اليوم أمس واليوم ظهرت لنا، بصراحة متفاجئ منها. فإن شاء الله على ما أنت قلت بتابع لك فيديوهات. تابع إن شاء الله. أنا الآن ما أريدك تتخذ أي قرار ولا أريدك تسمع مني أي شيء، لأن أنا أكيد سأقول لك أن الحق مع محمد وآل محمد المتمثل بالتشيع، ولكنك ما زلت جديد تحتاج أن تسمع أكثر. جيد؟ إن شاء الله. اسمع أكثر ومتى ما يعجبك اتصل بي في أي برنامج. جيد؟ مشكور. يا أهلا بك، يا أهلا ومرحبا معزز وكرم. طيب سؤال سألك سؤال. أهلا آمر. أنت ما قدرت تتبرر أفعال عائشة؟ يعني مثلا المتصلين السنة يقولون هي أم المؤمنين، هي ترضع، هي مكلفة، هي يعني أي تبرير؟ أي ترقيعة؟ بصراحة بعد الإثباتات اللي موجودة في كتبنا في السنة، يعني إيش أقول؟ يعني أي شيء أدخل يعني عن صحيح بخاري، رجع الترمذي، أي أشياء يعني أدخلها أشوفها موجودة يعني. لا، فأنا أقول لك بعد المناظرة اللي أنت وعلي البخيتي، إذا ما فيه الشيخ من السنة يعني يطلع يصحح المعلومات أو عن الأشياء اللي جبتوها. بصراحة يعني الفيديو هذاك
يعني في اشياء، فيه ناس يعني ما عاد بيروح لا لسنه ولا الشيعة. طيب لا انا قصدي هي الاشياء اللي ذكرتها انا صحيحه وانت تاكدت منها جيد، انا قصدي ما قدرت تبررها تبرر. No. لا ما قدرت. لا صراحه. طيب يعني في اشياء يعني لما يسالك كيف تجيبها يعني اشياء اشياء موجوده، فان شاء الله خير. يا اهلا بك يا اهلا، بس حبيت اكلمك واسلم عليك معزز مكرم ومشكور. ابحث اكثر واتصل بي معزز مكرم ان شاء الله. يا مرحبا، مع السلامه.